فرقه معاها رحيم ستيرلينج كابتن فرقتها، وفرقه تاني فيها حكيم زياش الراجل بسم الله ما شاء الله جيد جدا، الراجل اللي بسم الله ما شاء الله في الماتشات الكبيره لعيب بيكون حاضر وبقوه وبيمتلك شخصيه كبيره جدا، وطبعا بجانب دعوات اخواتنا المغاربه، واحنا عندنا برضو رحيم ستيرلينج اللي هو مباراه فلسفتها كانت باينه من التشكيل. لو بصيت على تشكيله سيتي 9 تغييرات، بصيت على التشكيله بتاع تشيلسي برضو في تغييرات، موسم مونت مش موجود، كاي هافرتز مش موجود، موسم مونت قاعد يتخانق مع توني كروس على تويتر دلوقتي وقاعدين بيردوا على بعض، وبيلعب مكانه بيليجر مور وبيلعب ماركوس الونسو ناحيه الشمال، وواضح يا جماعه ان احنا نازلين بقى. انا مش عايز اتغلب منك بالقوام الاساسي، وانا مش عايز اتغلب منك بالقوام الاساسي، انا هجرب حاجه جديده كبيب جوارديولا، هلعب ب 3-1-4-2 علشان خاطر اقفل الاطراف. بس قفلنا الاطراف، حذر فذر حصل ايه؟ العمق اتضرب بالجزمه، ولما العمق اتضرب بالجزمه ظهر حكيم زياش كقوه كبيره جدا لتشيلسي في العمق ده. طبعا بجانب ان احنا فلسفه بقى، يعني جبنا الهدف الاول، الهدف الاول اللي خيسوس غالبا كده كان عايز اجويرو يجيبه، الكره طولت من اجويرو عشان خاطر حرفيا مش قادر بيحطها رحيم ستيرلينج. والله العظيم مبرج، انا لما رحيم ستيرلينج جاب الهدف الاول ما فيهاش خير، ما فيهاش خير والله يا جماعه. انا عارف رحيم ستيرلينج ده من سنين، ده اللعيب بتاعي يا باشا وحافظه. وضرب الجزاء بتيجي، خلاص بقى يا جماعه نخلص بقى، يلا يا جويرو الهدف المنتظر بالنسبه لك يجي. لا نكمل تناكه بقى، والراجل يقلب بنيجا ويستنى علشان خاطر انا عايز احط بنيجا وتاريخيه بقى وكده، فمندي صدها. لو يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ طيب يا جماعه الماتش جالنا ونخلصه بدري، قلت لا نخش الشوط الثاني. الشوط الثاني السيتي ما راحش المرمى مندي يعني، وحتى الهجمات المرتده كلها كان رحيم ستيرلينج بيبقى كفيل لوحده ان هو يوقفها، حتى الكوره اللي مفترض ان احنا بنساعد فيها اجور علشان خاطر يهدف كان بيعملها لجيسوس بس، ولما جيسوس كان بيعمل كده كتير رحيم ستيرلينج قالك بس ايه ده انت عايز اجور يجيب اهداف؟ ايه الكلام الفاضي ده يا جماعه؟ انا هروح واستلم واسجل واعمل كل حاجه. طب يا ابني انت بتعرف تنايل اي حاجه من كل دول اطلاقا؟ طب هننزل رياض محرز؟ طيب ولا هننزل اي حد من على الدكه؟ هننزل فيل فودن وهننزل جندوجان. يلا بقى نرمي رحيم ستيرلينج على الدكه ونخليه غرف 60 دقيقه؟ لا خليه، احنا هنطلع فيران توريس اللي كان سيء. طب ما رحيم اسوأ؟ لا هنطلع فيران توريس وهننزل فيل فودن، بحيث لو الاعلام الانجليزي اتكلم في حاجه بيب جوارديولا يقول لهم بصوا يا جماعه عملوا تاخدوا فيل فودن مكان رحيم ستيرلينج، والله كويس اهو يا جماعه. والناحيه الثانيه سبحان الله حكيم زياش مان اوف ذا ماتش في الفرقه بتاعه تشيلسي، وتوماس توخيل بيقرر ان هو يغيره، اللي هو الله انت راجل محترم يا عم توخيل، ولا بينزل هوتسون اودوي مكانه، بتلاقي ايه تيمو فيرنر جاب هدف طلع تسلل، هوتسون اودوي جاب هدف طلع تسلل. طب خلاص بقى يا جماعه خلص المباراه دي على خير. لا دونالد داك لازم يحط التاتش بتاعه بقى، راح انفراد ومش هشوط ولا هباصي، هستنى لحد ما اخد ضربه جزاء. طب ما حدش لمسك؟ لا رجل زوما خبطت في مؤخره رحيم ستيرلينج، ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء يا باشا؟ هو اللي عامل فيها كيم كارداشيان يا باشا، زوما مشكلته ايه مع رحيم يا باشا؟ ما فيهاش اي حاجه خالص. علشان خاطر بعدها بما اننا فرقه تمتلك رحيم ستيرلينج اللي بيجي لك فرص وبتضيعها، قلب معانا سيناريو مباراه اليوم بالظبط، ولبسنا هدف تاني من ماركوس الونسو علشان خاطر تشيلسي ياخدنا في كاس الاتحاد بالاحتياطيين وياخدنا النهارده في الدوري بالاحتياطيين، ودول المكسبين الوحيدين اللي حققهم توماس توخيل قدام بيب جوارديولا. علشان خاطر نقول له مرحب توماس توخيل، مرحب بيك في انجلترا، ونقول لبيب جوارديولا نتمنى نكون عند حسن ظنك انت ومستر دونالد داك كابتن رحيم ستيرلينج. اتمنى ان توماس توخيل يعيد التفكير في قصه ان حكيم زياش لازم يكون موجود في نهائي دوري الابطال، لان حكيم يستحق عن جدار ان هو يكون موجود في نهائي دوري الابطال، وبيب جوارديولا اجل مواجهه محرز وحكيم زياش لحد الفاينل. اتمنى ان انا ما اشوفش السيده كيم كارداشيان او رحيم ستيرلينج موجود تاني في نهائي دوري الابطال. هتقول لي كل بيست كل حاجه رحيم، اقول لك ما هو للامانه يعني حتى مندي رغم ان هو سيء فكان بيحاول، انما رحيم رغم ان هو مالته مش شايف قدامه فكان شايف ان هو امهر واحد في الفرقه، ودي حاجه بتحرق دم، اللي هو انت مش شايف قدامك، لا انا نجم الفرقه. عشان كده انا بكره رحيم ستيرلينج، عندي اسباب منطقيه ان انا اكره فيها رحيم ستيرلينج، يعني يشجع فرقه مش عارفه هي تعمل ايه قدام اتلتيكو، يشجع فرقه نازله تتنك قدام تشيلسي، واضح ان انا اللي مشجع نحس اساسا.